تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، وأيضا من أصحاب بعض التجارب السابقة في عالم التمثيل وفي السينما تحديدا، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن شريف. أهلا محمد، مساء الخير، زي ازيك؟ حضرتك، أهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا. وضيفنا النهاردة في الأهلي يحاور المخرج الكبير أستاذ عمر عبد العزيز. أستاذ عمر عبد العزيز الصديق والفنان والأهلاوي ولما نقعد نتكلم هنقعد نور كتب وصفحات جميلة جدا في عمر عبد العزيز. حبيبي يا شريف، وحش طبعا في قناة النادي الأهلي، ودايما كده بشوفه منور في الملاعب. ايه اللي بيميز الصديق المقرب اللي عارفينه قريب جدا من حضرتك على المستوى الانساني يا كابتن شريف، الاستاذ عمر عبد العزيز، على مستوى اعماله او اسهاماته في عالم السينما والفن والدراما، وعلى مستوى العلاقات الاجتماعيه والانسانيه؟ بص هقول لك على حاجه يا محمد، يمكن الاستاذ عمر يفتكر احنا زمان كنا نلعب الماتش، قبل الماتش بيوم نلاقي استاذ عمر موجود في النادي ومعاه استاذ صلاح سعداني، معاه الله يرحمه استاذ كشاوي. الناس دي بتبقى جاية قاعدة معانا قبل الماتش ونتكلم كلمتين كده، وبعدين نبص نلاقيهم في يوم الماتش في المدرجات، وبعد الماتش نلاقيهم تاني يوم عندنا برضه، بنقعد اللي يجي بدري نلاقيهم قاعدين في الشمسية بتشمسوا كده، ونقعد ونتكلم وفي لغة عينين بيننا وبين بعض، ولغة حب على مبدأ واحد هو النصر العظيم، نصر النادي الأهلي اللي هو دايما بيحلق في الدنيا كلها. هو بيجمعنا حاجة واحدة، هو حب الفنانة الحمراء، إذا كان هو فنان أو كنت أنا لعيب كورة أو كل منا في موقعه، إنما هو الشيء الوحيد اللي كان دايماً بيجمعنا حتى في أعمالهم. أستاذ عمر عبد العزيز أخوه تطرق إلى من أجمل الأفلام اللي الواحد اتفرج عليها، لم شمل الحكاية كلها، فيلم خلانا لحد النهاردة في ذكريات جميلة معاه. فاكر الفترات دي كابتن شريف اللي كان فيها تصوير داخل النادي الاهلي ونجوم سينما موجودين وفريق عمل كاست كامل، واستاذ عمر بيقول كان بيبقى فيه تنسيق جيد جدا بين فريق عمل الفيلم السينمائي والاداره، والامور كانت بتبقى ماشيه بشكل جيد جدا. والله يا محمد ولا حسينا، يعني كنا مبسوطين بيهم جدا وفرحانين بيهم جدا. تخيل لما يخش عليك عادل امام ويخش عليك سهير رمزي ويخش عليك الاستاذ محمد عزيز، عيلة عبد العزيز كلها، عمر عبد العزيز الدنيا كلها. معرفش يا استاذ عمر، محمد ياسين كان معاكم ولا لا ايامها؟ لسه كان صغير ولا لا؟ يعني لا ما كانش يعني لسه، ما كانش لسه محمد ياسين المخرج. طبعا المخرج محمد ياسين. هذه العيله كلها بتبقى موجوده عندك في النادي بتشتغل، ما تحسش بيهم. الناس جايه بتشتغل في بيتها، يعني الناس داخله بتعمل عمل، ويمكن الكرو كله اهلاوي كمان، يعني ما ده واضح، كل الكرو الكاست والاصدقاء. يؤرخ بقى هذا الحدث. كابتن شريف، في موقف جمعكم؟ كل يوم كل ساعه يتعادل فيلم اكنك بتشوفه اول مره. فالروح اللي موجوده عند الاستاذ عمرو عبد العزيز وقال عبد العزيز كلهم الحقيقه، تحس انها موجوده في العمل نفسه، تحس ان قد ايه هو حاسس بيه في النادي الاهلي، وهو بيخرج، هو مش بيخرج حدوته لاعب كوره حب وخطب واتجوز ووالده، لا هي الحكايه بخفه دم وخفه دم اكرامي، والناس كلها استاذنا الله يرحمه فريد شوقي، استاذ كريم مختار، الناس دي كلها، استاذ عادل امام طبعا، يعني اللي موجود في قلب المخرج الاهلاوي العظيم وفي اعمال الاستاذ عمر برضو كلها، بتحس بالنبض ده، بالنبض الاهلاوي لانه عايش جوه الكيان. انا ما يعني حتى في المناسبات عمر يقول لك احنا دايما لينا بنتجمع في حته واحده من غير ما ناخد بالنا، يعني كنا دايما هو عمر هيكون فين؟ طبعا احنا هنبقى هناك، استاذ فريد شوقي دايما كان بيلمنا، واستاذ عمر عارف الكلام ده كويس قوي. طبعا كنا بنبقى فنانين على لعيبه كوره، على جميع الاطياف بتبقى موجوده، ودايما تلاقينا اكثرنا 90% الاهلاويه قاعدين مع بعض، يعني ما هم كل الشله اللي بيتكلم عنها، كل الجروب اللي بيتكلم عنه استاذ عمر يا كابتن شريف كلهم اهلاويه، يعني كل النجوم اللي اشار اليهم استاذ فاروق الفيشاوي رحمه الله عليه، وكل المجموعه اللي اشار لها مصطفى متولي، كان استاذ مصطفى متولي، يعني كل النجوم يعني اللي موجودين وبيسعدونا باعمالهم الفنيه المتميزه او اللي رحلوا عن عالمنا رحمه الله عليهم. كابتن شريف، في موقف عايز تفكر فيه بي استاذ عمر؟ عامل لي كان لعيب كوره جامد، بيقول عمر لعيب كوره جامد، كنا في الاعياد لعبنا ماتش انا وهو، فاكر زمان كان في شم النسيم، ايوه كنا في الاعياد نروح نقعد في اوتيل يومين ثلاثه فبنلعب كوره وبتاع. شريف كان لعيب جامد قوي طبعا، شريف كان لعيب جامد جامد، وينج وينج يعني،
واهلاوي يعني بيحب فانيلته قوي يعني من طبعا طبعا لحد يعني النهارده. لا ما هو عندنا كتير بيتكلم عن النادي الاهلي بحب وبنبض اهلاوي حقيقي والحمد لله. اشوف العلاقه من امتى وممتده وبنحضر الماتشات انا وشريف بنته. شريف اخ فاضل ويعني بعتبره جزء من العيله. لسه هنتكلم عن موهبته في التمثيل طبعا ترجع لها ولا لا؟ لا لا تجاربه السينمائيه نجحت ولا لا؟ عنده تحفظ عليا. ما انا هتكلم بقى كابتن شريف. انت هتخلينا شويه. لا يا حبيبي ده هو شافني بقى بدور الضابط والكلام من ده ف ما عرفناش نتوحد يعني في القصه دي هيكون لنا الحظ. انما ليه لسه يا شريف؟ ما اعرفش دماغه هتوديه فين؟ لسه يا حبيبي لسه. استاذ عمر بيقول لسه الفرصه جايه طبعا. شرفني شريف ده اخ فاضل يعني. هل كان بينكم صراحه ممكن بعد مباراه كابتن شريف ممكن استاذ عمر كمشجع اهلاوي كبير يقول لكم بعد ماتش يتكلم مع نجوم كبار في النادي الاهلي يقول ادائكم ما كانش مقنع النهارده لعبتوا الماتش ده وحش ما كنتوش الاهلي اللي احنا عارفينه؟ لا لا لا, 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 لا. ده عمر عبد العزيز اول ما تخش عليه عنده ابتسامه رهيبه كده ساحره. حبيبي ياخدك مغلوب متعادل كسبان يخليك تنسى الدنيا تنسى اللي حصل. يا شريف انتوا اتغلبتوا اللهم صل على النبي يعني ما اديتونيش غير فرصه. الرساله اللي هو نفسه يقولها لك بكل حب وكل حنان. عنده خبره راجل عنده احساس بكل الاشياء يعني ده مش معقول هيبقى فنان بيترجم درامات وبيعمل سيناريوهات وعارف الحياه ماشيه ازاي ومش هيقدر يتفهم موقفك في حاله الفوز او في حاله التعادل او في حاله اي حاجه. هو جمهور عاشق للكيان نفسه. الجمهور اللي عاشق للكيان ده وبذو موهبه بهذا الشكل يعني انا صعب عليك قوي انك انت ان هو يجي يقعد معاك يشرح لك كلهم مفيش فنان هيقابلك يعني كان داعم للفريق طول الوقت. كان داعم للفريق يا كابتن شريف طول الوقت بيلمنا نعم. كلنا طبعا. يعني يا كابتن انت بكره هتعملوا ايه؟ ياخدك بالحب كده ينسيك الحكايه ما يدخلكش في اي تاريخ في اي حاجات مسؤوله منها. هو ليه حتته ان هو شافك ومبسوط بيك هو يتمنى لك كل الخير لان ده النادي العظيم اللي على مدار الاجيال بقى اذا كان من ايام كابتن صالح والناس دي كانت في المدرجات وفريق شوقي وعبد صلاح طول فؤاد والزمالك ومش عارف مين الناس دي كلها على مدار الايام. انت لما تخش كده على التاريخ تلاقي المدرجات الجميله اللي انا بتمنى طبعا انها ترجع تاني جميله بفنانيننا الواحد بيفرح. لسه قبل ما تشارك معانا في الحوار يا كابتن شريف كان استاذ عمر كان لسه بيقول من لحظات قبل ما تشارك معانا في الحوار انه شايف ان النادي الاهلي اكبر متضرر من عدم وجود الجماهير في المدرجات لانه بيقول انه ده سلاح فني قوي جدا ومؤثر جدا في صالح النادي الاهلي في مبارياته الافريقيه والدوليه. ده سلاح رهيب يعني انت تقدر تلعب كوره على قد ما تقدر وتجيب جول عالمي وتجيبه وبعدين ما تحسش انك بعد ما جبت الجول ده ان في اي رد فعل في الملعب. احنا واحنا في الملعب ما بنسمعش صوت حد غير صوت الجماهير يعني ما بنعرفش ننده على بعض لان بنتعامل مع بعض بالعينين بنتعامل مع بعض فين ثانيه ازاي الكره تتنقل وازاي نتحرك. انما ما فيش حاجه بتحركني في الملعب غير صوت الجماهير الها دي والاهات اللي بتطلع ولما تعمل اي حاجه بتاخد على طول بتاخد رد الفعل. رد الفعل ده بيزودك من 100 ل 300% لما تلعب قدام فرق جامده جدا زي تونس مثلا في نهائيات او تلعب ضد الجزائر او تلعب ضد غانا او تلعب ما فيش حاجه هتسندك وهتقويك وتخليك سند وان الشعب والدنيا كلها واقفه جنبك وهتخلي الحذر. انا هقول لك على مثل مش عايز اطول عليك ماتش الكونغو اللي حصل في تصفيات كاس العالم الاخراني احنا دخل فينا جون في اخر اعتقد خمس دقايق في المباراه يعني اخر دقيقتين يعني ثلاثه قبل الماتش مثلا بدقيقتين وكل الاستاد وقف واللعيبه وقفت وكلنا اتسمرنا وما بقاش في حاجه على لساننا غير يا رب يعني يا رب دي جابت ضربه الجزاء والبنالتي اللي جابه صلاح وبقينا في كاس العالم ده كلمه مش اللي حركت الاستاد كله. انا كنت يعني موجود يومها هناك انا مش عايز اقول لك حاجه دموع وشدة اعصاب وكلام من ده واحساس ان ده واجب عليك ان انت تبقى واقف النهارده جنب بلدك وجنب بالك اللعيب بقى اللعيب اللي هو بينزل ده بشر يعني محتاج كل الدعم اللي حضرتكم كنتوا بتتكلموا عنه يعني. عموما كابتن شريف سعداء جدا بمشاركه حضرتك معنا في الحوار والاستاذ عمر عبد العزيز من قبل بدايه الحلقه وهو بيقول انه من اصدقائه اللي لهم مكانه خاصه جدا عنده على المستوى الانساني وعلى مستوى تقديره لموهبتك الكبيره كنجم كبير في تاريخ
الكرة المصرية والنادي الأهلي كان بيتكلم بشكل أكتر من رائع عنك الأستاذ عمر عبد العزيز يا كابتن شريف. لا شريف ده أخويا، أنا أعرف شريف وهو في أشبال الأهلي، كنا بنروح زمان ماتشات الأشبال. أنا فاكر يا شريف حضرت ماتش أهلي وزمالك في نادي الزمالك، كنت أنت تحت إيتها 17 حاجة كده، فاكر الماتش ده؟ فاكر طبعا. اشوف بقى الحاجات دي الجميله، خدت بالك؟ تقول لي عمر عبد العزيز، عمر عبد العزيز ده اخويا وابويا وصاحبي وكل حاجه يعني، انت فاهم؟ يعني اول ما بنشوف بعض كده يروح التاريخ كله متاخد في اول حضن. انا بشكره ان هو النهارده كان موجودنا والله. ميرسي يا شريف والف سلام عليك. انا قريت حاجه كده ظهرك. الحمد لله بسيطه، دي حاجه كده كل سنه باخد شويه حاجات في ظهري كده تمشيني. الف سلام عليك يا حبيبي. سلامتك، الف سلامه يا كابتن شريف، ويعني اسعدتنا جدا بالمشاركه معنا في الحلقه. ميرسي ميرسي، وان شاء الله حلقه جميله. ربنا يخليك يا كابتن شريف. قبل ما نتوقف